مرحبا بكم جميعا في ريسكول. اسمي وفاء وأنا مدربتكم في دروس الدعم والتدارك التي نقدمها لكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. نشكر شريكنا دار اليمامة على دعمها لنا في إنجاز هذه الكبسولة. قبل الشروع في الدرس سوف أقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة. أولاً، لا تترددوا في التوقف وأخذ الوقت الكافي لفهم الكبسولة. ثانياً، لا تترددوا في العودة والاستماع إلى ما قلته. ثالثاً، خذوا كل وقتكم للاستيعاب والتكرار بصوت عالٍ. رابعاً، قوموا بالكثير من التمارين وألقوا نظرة على الكبسولة عدة مرات حسب الضرورة. هيا لنبدأ المراجعة مع قلم المعرفة. اليوم سنراجع مساحة شبه المنحرف الذي درستموه في الصف. سنبدأ ببعض التمارين البسيطة التي ستساعدكم على فهم الخطوات اللازمة لقيس مساحة شبه المنحرف. لكن أولاً إليكم هذه الملاحظة: شبه المنحرف هو رباعي أضلاع له ضلعين متوازيين غير متقيسين، يمثل أكبرهما القاعدة الكبرى والآخر القاعدة الصغرى. البعد بين هاتين القاعدتين يمثل الارتفاع. هناك ثلاثة أنواع لشبه المنحرف: شبه المنحرف العام، شبه المنحرف القائم الزاوية، شبه المنحرف المتقايس الضلعين. هل أنتم مستعدون؟ سنبدأ بالتمرين الأول. سنبحث في كل مرة عن مساحة شبه المنحرف، لكن أولاً إليكم هذه القاعدة: مساحة شبه المنحرف تساوي قيس القاعدة الكبرى مع قيس القاعدة الصغرى ضارب الارتفاع على 2. نواصل مع نفس التمرين. في شبه المنحرف الأول لدينا القاعدة الكبرى تساوي 30 سنتيمتر والقاعدة الصغرى تساوي 22 سنتيمتر، أما الارتفاع فيساوي 14.5 سنتيمتر، بالتالي فالمساحة تساوي 377 سنتيمتر مربع. نمر إلى المثال الثاني. لدينا قيس القاعدة الكبرى يساوي 9 سنتيمتر وقيس القاعدة الصغرى يساوي 5 سنتيمتر. نلاحظ أن شبه المنحرف يتكون من مربع ومثلثين، بالتالي فضلع المربع يمثل الارتفاع. إذن فقيس الارتفاع يساوي قيس القاعدة الصغرى، أي يساوي 5 سنتيمتر، بالتالي فمساحة شبه المنحرف تساوي 35 سنتيمتر مربع. أحسنتم، ريسكول ودار اليمامة فخوران بكم. نمر الآن إلى التمرين الثاني. رسم سامي على ورق مقوى شبه منحرف مساحته تساوي 144 سنتيمتر مربع ومجموع قاعدتيه يساوي 24 سنتيمتر، فما هو قيس ارتفاعه؟ سأترك لكم ثواني للتفكير. الإجابة خاطئة. فكر جيدا في السؤال وستتعرف على الإجابة الصحيحة.
أنتم الإجابة. نعلم أن مساحة شبه المنحرف تساوي مجموع القاعدتين ضارب الارتفاع على 2، إذن الارتفاع يساوي المساحة ضارب 2 على مجموع القاعدتين، بالتالي الارتفاع يساوي 12 سنتيمتر. ننهي الآن مع التمرين الثالث والمأخوذ من الكتاب الموازي جسر النجاح الذي يضم العديد من الأسئلة والتمارين الأخرى المرفقة بالإصلاح. لمواطن قطعة أرض على شكل شبه منحرف أبعاده مبينة بالرسم المصاحب. قرر هذا المواطن بيع الجزء المخطط لبعث مشروع على المساحة الباقية والتي تمثل مثلثاً متقايس الضلعين. سنبحث عن قيس مساحة كامل الأرض. لدينا القاعدة الكبرى تساوي 136 متر، والقاعدة الصغرى تساوي 96 متر، أما الارتفاع فيساوي 46 متر، بالتالي قيس مساحة الأرض يساوي 1. سنبحث عن مساحة الأرض التي أنجز عليها المشروع، أي الأرض المثلثة الشكل. نعلم أن مساحة المثلث تساوي القاعدة ضارب الارتفاع على 2، أي يجب أولاً أن نبحث عن قيس قاعدة المثلث. نلاحظ أنه إذا أكملنا رسم المستطيل سنتحصل على النقطة جيم التي تقسم القاعدة على 2، بالتالي إذا طرحنا 96 متر من 136 متر سنجد قيس نصف قاعدة المثلث، أي أن قاعدة المثلث تساوي 80 متر. الآن سنبحث عن مساحة الأرض التي أنجز عليها المشروع. إليكم ثواني للتفكير. أحسنتم الإجابة. مساحة الأرض التي أنجز عليها المشروع تساوي 1840 متر مربع. نواصل مع نفس التمرين، وسنبحث عن المبلغ الذي قبضه المواطن إذا كان ثمن بيع السنتي آر الواحد بخمسون دينار فاصل 75. نعلم أن مساحة الأرض المباعة تساوي 3496 سنتي آر، بالتالي فالمبلغ الذي قبضه المواطن يساوي 177422 دينار. العملية ليست صعبة كما تتصورون، لذلك لا تقلقوا أبداً، فمع التمارين سيصبح الدرس أكثر وضوحاً. يجب عليكم أيضاً معرفة القواعد والإجابة عن أسئلة التمارين المنجزة بالشراكة مع دار اليمامة والتي تجدونها أسفل الكبسولة، فهي مهمة. والآن أقوم بتمرير قلم المعرفة إلى المراجعة التالية. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس. إلى اللقاء يا أشاوسة ريسكول. سنسعد باشتراكك في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا التي تظهر لكم أسفل الشاشة، وتفعيل جرس الإشعار، ومشاركتك لدروسنا وأعجابك بها وتعليقك عليها.